روايات مدادها الإنسان تجول حروفها الأزمان. روايات عالمية من الأدب اللاتيني. الحب في زمن الكوليرا للكاتب جابرييل غارسيا ماركيز. ولد جابرييل غارسيا ماركيز في 6 مارس عام 1927، ونال جائزة نوبل في الآداب عام 1982 عن مجمل أعماله الروائية والقصصية التي تميزت بخاصية الواقعية السحرية، وتعني المزج بين الأحداث الواقعية التي يمكن فهمها وتبريرها بشكل عقلي منطقي، وأحداث أخرى تدخل تحت مظلة الأساطير اللامنطقية والأخيلة الجامحة في عالم السحر وأجواء الغموض. ويمكن القول إن أعمال ماركيز الذي توفي في 17 أبريل عام 2014 تعد النموذج الأوضح للواقعية السحرية في تشكلها المعاصر، وخاصة رواية 100 عام من العزلة التي نشرها عام 1967، ورواية الحب في زمن الكوليرا التي نتناولها في هذه الحلقة. نشرت رواية الحب في زمن الكوليرا لأول مرة باللغة الإسبانية في عام 1985، ثم ترجمت إلى معظم لغات العالم، وتدور أحداثها خلال القرن 19 بإحدى المدن الساحلية بالقرب من البحر الكاريبي ونهر ماجدالينا بكولومبيا، حيث ينتقل تاجر البغال الثري لورينزو دافا وابنته الجميلة فيرمينا للحياة بالمدينة، فيراها عامل مكتب التلغراف البسيط فلورنتينو أريثا. خلال توصيله أحد التلغرافات لمنزل والدها فينشغل بها ويقرر أن يكتب لها خطابا يصف من خلاله مشاعره. إيه أنت، فلتقم بدهان الحائط جيدا، إنني أدفع لك أموالا لكي تقوم بعملك. يا له من بيت متسع، يبدو أن تاجر البغال هذا غني جدا كما قيل لي. فعلا ترى من يكون هذا الفتى الذي دخل من باب البيت؟ لا يبدو على مظهره أنه أحد العاملين في طلاء جدرانه. يا ما أجمل هذه الفتاة، إنها تشبه زهرة الربيع ساحرة العينين أخاذة الملامح آسرة الوجه. أي أنت أيها الشاب، ماذا تريد؟ أبحث عن السيد لورينزو تورينتو داتا. أنا من تبحث عنه، ماذا تريد؟ برقية من سانتا مارتا، تفضل يا سيدي. حسنا، إنها أخبار جيدة. هل هناك شيء آخر؟ لا يا سيدي. إذن تفضل بالمغادرة. فيرمينا يا ابنتي الجميلة، جاءتني برقية من سانتا مارتا ببيع مزيد من البغال. إذن فهذه الفتاة الجميلة اسمها فيرمينا. يا له من اسم جميل. فلورنتو، إن العشاء جاهز يا بني. فلورنتو أتدخل من الباب متوجها إلى غرفتك دون أن تلقي على أمك تحية المساء؟ ما الذي أصابك يا بني؟ أمي لقد رأيتها يا أمي، ليس جمالها فحسب الذي يخطف القلب، وإنما دفء نظراتها. إنها الملكة المتوجة التي أعددت لها عرش قلبي يا أمي. يا لها من كلمات، أهو الحب؟ ها؟ فمن تكون إذن هذه الفتاة؟ ابنة تاجر البغال الذي أتى حديثا ليقيم في مدينتنا. سأكتب لها خطابا أعبر فيه عن كل ما أشعر به،
سأقول لها كلمات لا أعرف ما هي غير أنني أشعر بها. ولكن ابنة تاجر البغال تحتاج إلى أمور عدة كي تنال حبها يا بني، فهي ابنة رجل غني وأنت عامل بسيط في مكتب البرقيات. الحب لا يعرف ما تقولين يا أماه، وإنني على يقين على يقين لو أنها قرأت كلماتي ستبادلني نفس المشاعر. وكيف توصل إليها خطابك هذا؟ لن أعدم طريقة يا أمي، من المؤكد أنني سأستطيع إيصال خطابي لها. هذا هو الوقت المناسب يا فلورنتينو، وسط زحام المحتفلين بالعيد أدس لها الخطاب في يدها. إنه الشاب الذي جاء بالبرقية لأبي، يبدو أنه يحاول الاقتراب من مكاني. أتراه يقصدني أنا؟ وهل أقصد أحدا سواك يا ملكة المتوجة؟ الويل له إن رآه أبي ستكون مشكلة كبرى. أنسة برمينة، هل يمكن أن تأخذي هذا الخطاب؟ ابتعد الآن، ابتعد عني أرجوك. سأبتعد بعد أن تأخذي مني الخطاب وتعدينني بأنك ستقرئينه. حسنا، هاتي هذا الخطاب وانصرف. فلتعدينني بأنك ستقرئينه. أعدك، انصرف قبل أن يراك أبي أرجوك. بني، ما الذي أصابك يا فلورنتينو؟ أعطيتها الخطاب يا أمي، وعدتني بأنها ستقرأه. إنك مريض جدا، يبدو أنها الكوليرا. سوف تقرأ الخطاب كما وعدتني، ويجب علي أن أنتظر منها الرد يا أمي. إذن فلتنتظر يا بني، ولتهنأ بعذاب الانتظار، فإنك ما تزال شابا، ولسوف تذكر عذابات هذه الأيام في شيخوختك لتعرف أنها أجمل أيام عمرك. من هو هذا المدعو فلورنتينو عريثة الذي تراسلنا؟ أبي، إنني لا أعرف شيئا عما تقول. لو لم أعرف الحقيقة كاملة سأقلب البيت على رؤوس مفيه. إنه عامل في مكتب البرقيات. إنها مجرد خطابات يا أبي. مجرد خطابات؟ مشاعر الحب التي تمتلئ بها السطور، الكلمات الملتهبة. أتعيشين معي في البيت ولا أعرف ما الذي يدور من وراء ظهري؟ لو تقدمت نحوي خطوة أخرى سأطعن رقبتي بهذه السكين. الويل لي منك يا فرمينة ابنتي، إنني رجل بسيط حقا، أمتلك الكثير من المال، لكنني في نهاية المطاف تاجر للبغال. أنت جوهرتي الغالية، جئت بك إلى هذه المدينة كي أحصل لك على زوج يليق بك. إنني أحب فلورنتينو أريثا وسأتزوجه. سحقا لك ولا. صباح الخير يا مارثا، نهار بديع يا دييغو. سأفتح المكتب حالا أيها السادة. أنت المدعو فلورنتينو أريثا؟ هو أنا يا سيد لورنزو داثا. إذن فأنت تعرفني. أريد أن نتحدث سويا، حديث رجل لرجل. عندما ماتت زوجتي حددت لنفسي هدفا واحدا، وهو أن أجعل من ابنتي سيدة عظيمة. وبالطبع فإن هذه مهمة شاقة وصعبة بالنسبة لتاجر بغال. حتى الآن لم أفهم سببا يبرر لقاءنا بهذه الطريقة. إنها طريقة تاجر بغال، أتى لهذه المدينة بكل ما يملك، وما أملكه ثروة طائلة، لكي أضع ابنتي في مصاف العائلات الراقية. وهذا لن يحدث إلا بزواجها من رجل
يحقق لي هذه الآمال، ولكنني فجأة وجدت عقبة صغيرة، صغيرة جدا، تافهة. أنت هذه العقبة. اسمع، جئت لأطلب منك طلبا مهذبا. ابتعد عن طريقي. هل تحدثت إليها؟ هذا أمر يخص الرجال وحدهم، ونحن الآن نجلس سويا لنحسمه. حسن، إنني لن أستطيع أن أجيبك بشيء دون أن أعرف رأيها. لا تدفعني لقتلك. اقتلني، اقتلني، فليس هناك مجد أعظم من الموت في سبيل الحب. هيا هيا اجمعي ملابسك يا فيرمينا. هيا. أجمع ملابسي؟ لما يا أبي؟ سنرحل من هذه المدينة، سأبعدك بالقوة عن هذا المدعو فلورنتينو. كيف تبعدني عنه وأنا أحبه وسأتزوجه؟ لا، هذا لن يكون، لن يكون أبدا. اسمعي، الآن ستجمعين ملابسك كما أمرتك وسنرحل من هنا. لا أريد ولا كلمة واحدة. هيا هيا. ها فلورنتينو، لما هذا البكاء يا بني؟ ما الذي أصابك يا صغيري؟ لقد رحلت فيرمينا عن المدينة. أمي أخذها أبوها ومضى إلى مكان آخر. لا تحزن يا فلورنتينو، فأنت ما تزال شابا صغيرا، ستنساها يا بني وستحب غيرها في يوم من الأيام. لا، لا أستطيع يا أمي، لا أستطيع. إنني وهي قد تعهدنا على الحب والزواج، لن أخون عهد فيرمينا ما حييت. لا أستطيع خيانتها أبدا أبدا أبدا. أدخل. ترانسيتو، تفضلي بالجلوس. صباح الخير يا سيد ليو. أعلم أنك لا تأتين إلى مكتبي إلا في أمر شديد الأهمية، فتحدثي، تحدثي مباشرة يا زوجة أخي الراحل. هل تحتاجين إلى مال؟ لا لا لا، فإنما تدفعه لي كل شهر يكفي، بل ويفيض عن حاجتي. فمنذ رحيل أخيك وأنت لم تتأخر عن أي شيء أطلبه. هذا ليس كرما مني على أي حال، فلأنني لم أنجب وليس لي زوجة فلن أقبل أن تأخذ الحكومة ثروتي. الأمر كله لا يتعلق بالمال، وإنما فلورنتينو، هل أصابه مكروه؟ فلتجد له عملا أرجوك. أعلم أنه يعمل في مكتب البرقيات، هل ترك عمله؟ أريد له عملا بعيدا عن هذه المدينة، بعيدا جدا، لا أريد له البقاء هنا على أي حال. إنها قصة قلب محطم إذن. فليكن الأمر كما تشائين يا ترانسيتو، سأبعده عن هنا في أسرع وقت. كان العملي رئيسا لشركة الملاحة النهرية التي تمتلك عددا من البواخر العاملة في نهر ماجدالينا، ولها عدد كبير من المكاتب المنتشرة بالمدن على طول النهر. لذا فإنه عمد إلى إلحاق ابن أخيه فلورنتينو بأحدها، ولكن بعد عدة أشهر عاد فلورنتينو إلى مدينته منتظرا عودة حبيبته الغائبة فيرمينا، وبالفعل عادت هي الأخرى. فلتنصتي لي جيدا يا ابنتي، إن كل شيء قمت بعمله في حياتي كان من أجلك أنت، من أجل بناء مستقبلك أنت. أما أنا مجرد حاضر ثقيل، بعد فترة قد تطول أو لا تطول ستصبح من الماضي. أما أنت فالمستقبل كله لك. أعتقد يا أبي أن عاما كاملا قضيته بعيدا عن هذه المدينة،
قد أثبت لك أن عددا من الأمور قد تغيرت في نظري. لن أناقش معك التفاصيل. هذه هي مفاتيح البيت، أضعها كلها بين يديك أنت. فرمينا، أنت الآن مسؤولة عن أحلامي وطموحات لورينزو داثا. أنا أبوك يا صغيرتي، وأعلم أنك ستحفظين مسؤولياتي وتكونين على قدرها. فرمينا، ها أنت مجددا يا ملكة المتوج. فلورنتينو؟ هو أنا، ذاك الذي انتظر إشراق وجهك ليبدد ظلمات أيام طوال حالك. ليس مجددا، أرجوك. أخيرا عادت إلى جسد الميت روحه النابضة. فلتنسى كل شيء كان بيننا. ها؟ فمينة، ماذا تعنين بالنسيان كل شيء كان بيننا؟ أنا فقط أدركت للتو في اللحظة التي رأيتك فيها. ماذا أدركتي؟ أن ما بيننا ما كان بيننا لم يكن حبا. ها؟ ليس أكثر من مجرد وهم. لم أكن أرى الأمور بشكل جيد. فرمينا، هذا كل شيء، أنا أسفة جدا. الآن فقط أدركت ذلك؟ نعم، أستأذنك يا سيد فلورنتينو. فرمينا، أين الطبيب؟ أين الطبيب جوفينال أوربينو؟ أين هو؟ مهلا، أين الطبيب؟ مهلا يا رجل، مهلا، لما ترفع صوتك هكذا؟ أنا أبحث عن الطبيب أوربينو، أرجوك دلني على الطبيب. ابنتي مريضة بالكوليرا، إن ابنتي ستموت. أنا الطبيب، اهدأ، أين هي ابنته؟ إنها في البيت. تفضل يا سيدي الطبيب، تفضل. تطلبين مني أن أساعده مجددا يا ترانسيتو، وهو الذي ترك مكتب الشركة وعاد إلى هنا كي ينتظر هذه الفتاة. إنه ابن أخيك يا ليو، ليس له غيرك كي يساعده على تجاوز محنته. سأساعده مجددا، سأساعده، فلا خيار لي في هذا الأمر برمته، ولكنني سأضعه هنا في مكتبي هذا كي يكون تحت عيني وفي رعايتي. افعل ما شئت، إنني لا أرجو شيئا سوى أن يتجاوز فلورنتينو هذه المحنة. سيتجاوزها يا زوجة أخي الراحل، فالأيام تنسي من لا يطاوعه قلبه على النسيان. كما أنني لا أخفيك سرا، إنني أريد أن يتأهل ليجلس في مقعدي هذا. أريده أن يكون رئيسا لهذه الشركة حين أتقاعد. لقد شفيت فيرمينا منذ مدة، ولكن زياراتك للاطمئنان عليها لم تنقطع. فتحدث معي بصراحة، تحدث رجل لرجل، ماذا تريد من ابنتي؟ إنها فتاة جميلة. أعلم هذا، وماذا بعد؟ وأنا كما تعلم طبيب له مكانة راقية في هذه المدينة. وغير متزوج، أعلم هذا. ماذا تقصد؟ ماذا بعد؟ أريد أن تصبح ابنتك زوجة لي. أوافق. ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ لا أفهمك يا سيد لورينزو داثا. ها هي ابنتي أمامك. أنت شاب وسيم، طبيب له مكانته، اذهب إليها وفاتحها في الأمر، من المؤكد أنها ستوافق. اذهب إليها، ولا تنسى أن تخبرها بموافقتي جدا على هذا الزواج. أشكرك يا سيدي. أنت أيها الشاب المحب، أنت يا فلورنتينو. ماذا تريد يا عماه؟ هل حدث مني شيء يغضبك لهذه الدرجة؟
إن اللغة التي تكتب بها خطابات العمل تختلف عن لغة خطابات الحب. أيعقل؟ أيعقل أن تكون مراسلات شركة الملاحة البحرية أبيات من الشعر؟ اسمع اسمع يا هذا، إنك ستجلس على هذا المقعد بعد حين، لذا يجب عليك أن تكون أهلا له. أرجو ألا يضيع عناء السنين بسبب كلماتك العطوفة وأوصافك الشاعرية. عمي عمي، أهذا كل شيء أم أن هناك أمرا تريد أن تخبرني به؟ ذكي ذكي كوالدك تماما. وما هو الأمر الذي تخفيه عني إذن؟ فرمينا فرمينا ستتزوج الطبيب جوفينال أوربينو. تتزوج الطبيب؟ إنه طبيب له فضل كبير في التصدي لوباء الكوليرا الذي هاجم مدينتنا. دراسته في باريس وعائلته المرموقة، مكانته، كل هذا يؤهله ليكون زوجا صالحا. ومن المؤكد أن فرمينا ترفض هذا الزواج. عمي عمي إنها تحبني، تحبني أنا. بل توافق، وكما قالت لك إن ما كان بينكما هو مجرد وهم. فلتعلم يا بني، هي وزوجها سيسافران إلى أوروبا، سيقضيان بضع سنوات هناك. من أين لك هذه المعلومات؟ أتظن أنني أجلس ها هنا دون أن أعرف كل شيء يجري من حولي؟ إنني رئيس شركة الملاحة النهرية، وهو جاء ليحجز على إحدى البواخر المتجهة إلى المدينة الساحلية، ومن هناك سيتجه إلى أوروبا. هذا كل شيء. هذا كل شيء؟ هذا كل شيء؟ لا 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 لا، لا يمكن أن يكون هذا كل شيء، لا يمكن أن يكون هذا كل شيء، لا يمكن أن يكون هذا كل شيء، لا يمكن. لم يكن هذا كل شيء بالفعل كما قال فلورنتينو أريثا. فلقد مرت السنوات تلو الأخرى، وجرت في الأنهار أمواه متغيرة، وعادت فرمينا وزوجها الطبيب وأبناؤهما إلى المدينة، كما أصبح فلورنتينو رئيسا لشركة الملاحة النهرية، وظل يراقبها من حين لآخر متحينا الفرصة للاقتراب منها مجددا. إلا أن قطار السنون قد مضى، فأصبحت الفتاة الجميلة جدة تجاوزت 70 عاما، وأصبح هو عجوزا هرما. وبعد وفاة الطبيب جوفينال أوربينو كان بينهما لقاءات استعاد من خلالها ذكريات الشباب الأولى، فخرج في رحلة نهرية تأخرت أكثر من 55 عاما، رحلة رفعت خلالها السفينة التي تقلهما راية الإصابة بالكوليرا، كي لا تتوقف مسيرتها إلا بتوقف حياة كل منهما. روايات عالمية.